لم تمر بعد قضية دخول دبابات سورية الأراضي اللبنانية، وهي لا تزال محط احتجاج واسع في الداخل اللبناني، يزيده حدة غياب أي تعليق على المستوى الرسمي. أما آخر الاحتجاجات فجاءت على لسان عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، بعيد استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخورست. وين وزير الدفاع؟ وين الجيش؟ وين رئيس حكومة؟ فات جيش غريب على أراضينا، ما حدا بيحكي؟ ما حدا بيفتح تمه؟ جماعة المقاومة وينن؟ مقاومة بس بمحل واحد؟ سيادة والاستقلال على حدود وحدة مش على الحدود الثانية؟ أو هوليك ما إذا فاتوا هون ما فيش مشكلة؟ تنعرف؟ تنعرف إذا هيدي المقاومة هي مخصصة ما بتتعاطى بشي تاني إلا بموضوع واحد، تنعرف إذا هيدي المقاومة بدها تدفع عن كل لبنان مفروض كانت تقوم بواجباتها فوق، إذا الجيش اللبناني بده يدفع عن كل لبنان مفروض يقوم بواجباته فوق. الجميل علق كذلك على حادثة إطلاق النار في مركز المعاينة الميكانيكية في الحدد، فجدد انتقاده تصنيف اللبنانيين بين مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية. في مواطنين درجة أولى هولي ما بيخضعوا للفحوصات، وإذا خضعوا للفحوصات ممنوع يسقطوا. يعني كنا بمرحلة عم نحكي عن أشرف الناس اللي هن المواطنين درجة أولى، اليوم تبين صار في عنا أشرف السيارات، يعني أشرف الناس عندهم أشرف السيارات، حتى السيارات ممنوع تسقط بالمعينة. وشدد الجميل دعوته الدولة القيام بواجباتها.